بتنجان وحلوم مشوي، هيتقدم بطريقه حلوه جدا وفي نفس الوقت مفيد وينفع قوي في الدايت. معانا البتنجان، طبعا اول نصيحه البتنجان ما يتحمرش. البتنجان عامل زي السفنج، بيشرب كم من الزيت فيتحول بدل ما هو حاجه مفيده جدا وسعراتها قليله وتنفع في الدايت وتشبع وليها فوائد كتيره جدا للجسم، لحاجه مليانه سعرات ودسمه وبالعكس تضر الجسم. فاحنا نشويه، نقطعه شرايح رفيعه، ممكن ندهنه زيت، الافضل ندهنه زيت كده بفرشه ونحطه على الجريل وخلاص كده. نفس القصه، جبنا حلوم شرايح برضو، بس نركز انه يبقى حلوم عشان ما يسيحش معانا، بنشويها. طماطم على قد ما نقدر نشويها عشان تبقى لايقه، او ممكن الطماطم المجففه سان درايد توميتو تنفع برضو. معانا برضو الجرجير، حزمه جرجير متشال منها العيدان، وللصوص نفسه بقى الدريسنج بسيط جدا، معانا طبعا زيت الزيتون معصور على البارد وبكر، ونجيبه في ازازه غامقه عشان ناخده بفوائده. العسل الابيض معانا كمان، ممكن دبس رمان او خل البلسمي، بس انا نصيحه هنا يبقى خل البلسمي علشان احنا معانا التسكيره بتاعت العسل خلاص، فهنستكفي بالتسكيره بتاعت العسل الابيض، وهنحط مع دبس الرمان قصدي خل البلسمي اللي هو خل العنب، بيتباع منه الفاتح والغامق نقدر نشتريه. ومعانا كمان بودرة ثوم بتدي نكهة حلوة جدا للوصفة دي، ملح وفلفل بس كده، تتقدم على بعض كده خلاص. زي ما قلنا الجبنة ينفع منها السان درايد توميتو اللي هي مجففة، وشركة مصرية بتعملها فبتعملها حلوة جدا. والحلوم هنحطه طبقة كده، ونعمل نعيد الطبقات تاني تدي شكل جميل جدا. ببتدي بقى احط بس الحاجة على بعض ونصبها فوقيها.